ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده هنتكلم عن حاجة بسيطة كده، ازاي نشغل الديمو بتاع البروجكت. مبدئيا احنا هنمشي على نفس الفيديو بالظبط اللي باشمهندس نزله. هننزل كل الباكجز من اول النود نود جي اس لحد الاكس بي ام والباكجز كلها، عشان نتأكد بس ان الباكجز دي موجودة وما يبقاش في مشاكل. هنيجي هنا عادي في السيرش ونكتب زي الباث ده كده، هي بتنزل مبدئيا على اليوزرز في السي، بعدين على حسب هنا الاسم ممكن يبقى اسم اللابتوب او ايا كان انتم مسمينه ايه. بعديها هنكتب الاب ديت وبعديها الرومينج. فكرة ان الباس بتاع الباكجز دي ما بيبقاش ظاهر يعني، فعشان كده احنا بنكتب كده. بعدين هنلاقيه تحت كده هنا، نتأكد عادي ان كل حاجة نزلت تمام. وبعدين عشان احنا بس هنحتاج نوفر رايت على فايل جوه، فاحنا عايزين نعمل هنا كليك يمين بعديها البروبرتيز. هنلاقي هنا في حاجة اسمها ريد اونلي، لا احنا عايزين نلغي ريد اونلي دي لان احنا عايزين نكتب في شوية فايلز جوه. فهندوس كده هنا ونلغيها وندوس اوكي وبعدين اوكي. سواء يعني بياخد وقت طويل شوية علشان بيظبط كل الفايلز اللي جوه ان احنا ننفع نكتب فيها يعني. تمام كده. بعديها نفتح اكليبس عادي، نتأكد اول حاجة ان احنا ما عندناش اي بروجكت موجود في الورك سبيس علشان ما يبقاش بيبيلد بس على حاجة قديمة. بعدين هنعمل امبورت عادي، بعدين اكزيستنج بروجكت. المفروض انتوا هتدوسوا هنا وتشوفوا انتوا حاطين الدمو ده فين، بعدين هتدوسوا عادي فينش. هنيجي هنا كده تمام. احنا المفروض لما كنا بندوس بيلد يعني كان بيظهر هنا شوية ايرورز، لان كان في فانكشن بتنادي على حاجة والحاجة دي اصلا مش متعرفة جوه، يعني في variable مش موجود جوه الفانكشن اللي احنا بننادي عليها اصلا بيه. فهنيجي هنا في السيستم وبعديها السورس new library دي، وهنيجي على السيستم كولز. تمام، هنروح هنا بقى في السيستم كولز لسطر مثلا هنا كده الستراكشر ده. تمام، الستراكشر ده احنا عايزين نخش عليه علشان احنا هنكتب حاجة جوه، فهندوس كنترول، نقف عليه كده وندوس كنترول، هنخش فيه عادي. تمام، لما تدخلوا فيه عادي هتلاقوا ان دي السطر ده كده مش موجود، هي دي الفاريبل اللي ما كانش متعرف اصلا. فانتوا هتكتبوا السطر ده كده بس في الاستراكشر دي عشان يبقى متعرف جوه بس مش اكتر. بعديها هنرجع عادي، بعد ما تكتبوه هتلاقوه يعني بيظهر حاجة هنا كده. تمام، وبعدين هنرجع عادي للمين وهنعمل عادي بقى البيلد. ان شاء الله يعني هيجيلكوا ومفيش اي ايرز. وبعدين هندوس رون. تمام، هي النسخة دي بتاعة 23، الرون بيكون من هنا كده. ونتأكد ان في الديباجر كل حاجة موجودة، البورد نيم والديفايس وكل ده. وبعدين ندوس رون. بس كده يا شباب، زي الفل. شكرا.